الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. شخباركم؟ شكرا لللايكات والقلوب والكلام الجميل. ما زلنا نتكلم في هذا الشهر عن طاقة الأنوثة والذكورة، ونيتنا لهذا الشهر هي موازنة طاقة الأنوثة والذكورة في داخلنا. وبليز اللي ما حط النية يحط النية، واللي ما حط خفية الجوال هاي يا جماعة، اللي ما حط خلفية الجوال يحط خلفية الجوال، واللي ما شاف الفيلم يشوف الفيلم. وبرضو عندنا 7 كورسات موجودة على الموقع sumaya369.net. عندنا دايزي الوعي الزواجي للمتزوجات والمقبلات على الزواج، سلستيا الوعي الأنثوي برضو للمرأة اللي تبغى توازن ذكورتها وأنوثتها، وعندنا جلسة الطلاق لأي شخص سواء كان رجل أو امرأة يريد أن يتخذ هذا القرار ويحتاج إلى مساعدة في هذا القرار. نحن لا نقرر بالنيابة عنك، ولكن نسألك حتى نساعدك على اكتشاف ذاتك واتخاذ القرار الأنسب بالنسبة لك. وعندنا ملف الخيانة والغواية بالإشراك مع الدكتورة فوزية الدريع، وعندنا الحياة السرية للرجل، الأشياء اللي لا يخبرها الرجل عن نفسه، يعني بلغنا السيدات فيها عشان ما يظل الرجل كذا كائن غامض بالنسبة للمرأة. وبرضو عندنا جلسة التعلق. طيب طيب يا جماعة، لازم أغير الرمز. طيب بليز اللي ما حط النية يحط النية. خلونا نشوف نهاية الشهر وش يصير، خلونا نشوف وش القصة اللي راح تحدث في حياتنا عشان تشتغل هذه النية. راح يكون في حركة كذا تتبع لهذه النية. شوف ردة فعلك. اليوم نبغى نناقش موضوع تأنيب الطلاق، ومتى يحدث وكيف يحدث وإيش المفروض تكون ردة فعلي تجاه هذا التأنيب. طيب أول شيء خلني أقول لك متى يكون التأنيب في وقت أو مرحلة الطلاق. أول شيء في تأنيب، في شعور بالتأنيب يجي قبل الطلاق، اللي هو موضوع أخاف إني أتأنب، يعني أخاف أتخذ هذا القرار وبعدين أتحسف، بعدين أقول يا ليتي ما اتخذت هذا القرار. ها، هو تأنيب بس إنه يعني جاي طبقة ثانية مع الخوف، فهو كده زي السندوتش جاي، يعني تأنيب وخوف مع بعض، بس انه موجود ينضغط زر التأنيب هذا، فكأن استباق للأحداث. فتقول لك لا، انا اذا صرت في هذاك الموضع، اذا صرت في تلك السنة، اذا صرت في ذلك الموقع من حياتي او من قصتي، او في الشابتر رقم 5 من قصتي، اخاف اتأنب على الشابتر رقم 1 وهي لسه في المحور الاول، في الفصل الأول. تقول لا، أخاف إذا وصلت للفصل الخامس أتأنب على الفصل الأول، فهو خوف من التأنيب. طيب أبغى يا جماعة نتفق على أنه في أي قرار، في أي لحظة يجي خوف مع تأنيب، فهذه يعني خرابيط، هذا يعني كذا في شيطان قاعد يلخبط أفكارك ويلخبط قرارك. لو كان خوف الحالة أبحط له شوية اعتبار، لو كان تأنيب الحالة أبحط له شوية اعتبار، لكن خوف وتأنيب مع بعض هذه خدعة مركبة. وعلى فكرة هي تصير في كل القرارات، لكن خصوصا في موضوع الطلاق تصير كثير، إنه أخاف إذا صرنا في 2025 أتحسف على موضوع صار في 2022. فطريقة التفكير هذه طريقة خاطئة، والشعور هذا شعور خاطئ مش في موضعه، يعني هو قصة
كأنها تجميع لقصة الخوف. وش بعد أخاف منه؟ وش بعد؟ شوش ممكن أخاف منه؟ أخاف من أخاف من التأني، أخاف إني أتأنب. طبعا لأنه أنت لما توصل للفصل الخامس من حياتك ولا 20-25 أنت معطياتك مو نفس المعطيات اللي الآن، فما المفروض أصلا أنت من تعرف وش بتتأنب عليه؟ يمكن أصلا تتأنب نفسك تقول أنا ليش تأخرت في الطلاق، يمكن يكون الموضوع عكس، يعني أنت ما تدري أصلا وش بيكون تفكيرك، في أي أرض راح تكون، في أي سماء، وش قصتك وقتها، وش طولك، وش عرضك، كله يعني غير معروف بالنسبة لك، غير مؤكد. فبالتالي هذيك العقلية هي عقلية مختلفة، مؤكد هي عقلية مختلفة تماما عن عقليتك الآن. فما المفروض أنك تحضر هذه العقلية وتعدها من الآن أنها راح تأنب وأنها راح لا، عقلية مختلفة تماما. ففي أي لحظة يجيك خوف مع تأنيب، هذه خدعة في القرار، على طول تحطه مع الجنب تقول ما أسمع لهذا الشيء، ما أسمع لخوف مع تأنيب، ما أسمع، لأن ما لحق هذا الشعور أنه يربك قرارك، لأنك في زي ما قلت لك في المستقبل في مكان ما أنت من أنت اللي الآن أصلاً عشان تقول بتأنب راجع، من أنت؟ فمهم إن نستحضر هذه النقطة في قراراتنا. التأنيب الثاني اللي نتوقعه في قصة الطلاق اللي هو تأنيب المجتمع، تأنيب الأم، الأب، الأخ، العم، الخال، الجد، الأبناء، تأنيب أبو الجيران، تأنيب شلة الأصدقاء، تأنيب أصدقاء السوشيال ميديا في تويتر، تأنيب المجتمع اللي يعطون نفسهم الحق في أنهم هم يعني يؤنبونك على قرارك. أو يمكن مرات أنت تفتح الشباك وش رأيكم يا جماعة أنا انفصلت، في أحد عنده رأي في الموضوع؟ عاد أنت قلت ولا ما قلت؟ يعني اكتب كذا في تويتر وش رأيكم يا جماعة بتطلق؟ خذ لك من التأنيب والتقطيع، خذ لك يعني، وخذ لك ما بين يعني مؤنبين جونك يعني رجال، إذا كانت امرأة يجونها رجال يؤنبونها ويجلدونها، وأنت وقعد عند عيالك وما أدري خربتك سمية الناصر، أي شيء كذا يجيك، وتجيك امرأة غاضبة تقول كم شيء يطلعي ما بالتالي ما المفروض أصلا أنه رأي المجتمع يكون له رأي في قصة الطلاق؟ ما المفروض؟ لأنه هم ما مشوا في حذائك، ما تألموا ألمك، ما فهموا شعورك، ما عاشوا قصتك، ما حدثت لهم المواقف اللي حدثت لك. وصراحة ما أنت قاعد تحكي لهم، ما أنت قاعد يعني تحكي لهم كل القصة، صعب صراحة تنحكى كل القصة وكل التفاصيل، ومرات في تفاصيل شعورية دقيقة جدا، ومرات حساسة، ومرات خصوصية، تحكي لمين، تفهم مين، وتخلي أحد يعني يفهم القصة من وين، وخصوصا أنك تتعامل مع أجيال مختلفة، تتعامل مع أبوك وجدك اللي يعني جدك اللي هو يعني في جيل يعني بعيد، وأبوك اللي هو في جيل مختلف عن جيلك، تتعامل مع بزر في تويتر عنده رأي مختلف في قصة طلاقك. فكل هالمجموعة هم يعني ما هم قادرين يعني أبدا يعني يتصورون أو يفهمون القصة اللي أنت فيها. فالمفروض لما المفروض أنك أنت قصة الطلاق حقتك أو خصوصا في وقت قرار الطلاق، ما المفروض أنه أصلا يكون موجود على الطاولة؟ ما المفروض أنه قصة الطلاق تكون موجودة يعني كسؤال في تويتر ولا في سناب شات ولا على الطاولة العائلة ولا مناقشات ما بين الأصدقاء ولا لا؟ ستوب. أنت يعني ممكن أنك تلمح أنه في خلافات، لأنه مرات ما ودك تصدم الناس بقرار حاد، لأنه بعض الناس تتأثر طاقيا وهذا قد يرتد عليك، يعني ودك تلمح إذا في خلافات، بس أنت ما أنت قاعد تشاور حد، أنت قاعد إذا تبغى تشاور في ناس تشاورهم، تقدر تروح لهم في غرف مغلقة، عام أنت تحط موضوعك على الطاولة وتخلي البزر والشايب يعني يتشاور في الموضوع ويبدي رأيه في الموضوع. فالأساس أنه أصلا موضوع قرار الطلاق
ما المفروض ينحط على الطاولة لأحد ولا ينطرح لأحد بصوت عالي، ما المفروض أنه يعني يناقش هذا القرار. لكن زي ما قلت لك أنت يعني لازم خصوصا الأشخاص اللي يحبونك صراحة لازم يكون عندهم خبر يعني كذا أنه أنت يعني تمر بمرحلة انفصال أو أنه عندك مشكلات أو أنت مو مستقر مع شريك حياتك. هذا مهم، هذا مهم خصوصا اللي يحبونك، لأنه طاقة الحب في هذا الوقت مهمة، طاقة التشافي مهمة. ما تبغى يعني هم يشعرون بالألم لما تمر بهذه المرحلة، تبغاهم يكونون أقوى منك، تبغاهم يعني في ظهرك يسندونك، فلازم يكون عندهم هالاستعداد هذا. فما تبغى يعني سيدة تروح لأهلها وكذا مبتسمة وتقول زوجي أحسن زوج في العالم يا سلام، فجأة تدخل عليهم بشنطها تقول طلقنا، هذه فاجعه. ما المفروض تسويها، ما المفروض، ولا الرجل ما المفروض يسويها للاشخاص اللي حوله. بس لا يعني كلامي انه انت تحط الموضوع للتداول، لا، الموضوع مش للتداول، هو موضوع شخصي، وتتداول مع شخص يعني فاهم وعند الوعي الكافي وفي غرفه مغلقه وبطريقه سريه وخاصه. طيب هذه برضو حالة من حالات التأنيب. وطبعا خلني أبغى أقول لكل شخص مقبل على الطلاق أو مر بتجربة الطلاق وما زال في البروسس زي ما نقول في اللحظات الطلاق أو خلص المرحلة هذه، أنت تعرف أنه المجتمع يعني كان وما زال وما أعرف إذا هو مستقبل راح يعدل من نفسه أو لا، يعني موضوع الطلاق موضوع يؤنب عليه المجتمع، فبالتالي صعب انك تغيرهم، صعب انك انت توريهم يعني ما هي مسؤوليتك انك توريهم الالم، ما هي مسؤوليتك انك تقول والله والله ترى الموضوع فعلا يعني ترى والله شفت الويل يعني لا تلومون، ما هي مسؤوليتك. تالي الفكرة مشوهة كثير في المجتمع، ما هو دورك انك انت تصلحها، ما هو دورك انك انت تصلحها وتغيرها وتعدل افكارهم، خلاص هم هذا تفكيرهم، هم راح يعني يتحملون نتيجة أفكارهم. فلا تتوقع أنه لا تنتظر ولا تتوقع ولا تحط عبء كبير على المجتمع أنك تطالبهم بأنهم صفقون لك عشان أنت انفصلت أو تطلقت، يسوون لك حفلة يعني يهنونك، يعني لا تتوقع هذا الشيء ولا ترفع سقف توقعاتك. طيب هذه حالة من حالات التأنيب. في حالة من الحالات اللي هي تيجي بعد الطلاق وبعد الانفصال وبعد القصة وبعد ما خلص الشابتر، خلصنا الفصل الأول وكيف بدينا في الفصل الثاني، نقول بدأ الفصل الثاني بقصة أشعر بالتأنيب. أوكي، يعني انتقلت لمكان آخر، انتقلت القصة أخرى، بدأت قصة أوه خسارة، أوه لو كنت ما طلقت، لو كنت ما انفصلت، لو كنت لو كنت لو كنت. هذا الموضوع يحتاج انك فعلا تقعد له، هذا التأنيب اللي يجي بعد القصة كاملة يحتاج انك انت تقعد له شوية، تقعد له كذا مع نفسك عشان ترتب هذا الشعور، اما انك تتخذ تجاهها خطوة او تراجع المشاعر اللي اوصلتك لهذا التأنيب. طبعا في هذه اللحظة لما تتأنب بعد القرار، انا اؤمن بانه من حقك انك تسوي يوتير، من حقك انك تتراجع، من حقك انك تقول والله خلني اكلم الاكس واساله اذا في فرصه ان احنا نرجع لبعض. اتس اوكي، انا اشوف هذا مقبول جدا، مقبول انه انت تسوي يوتير بعدين تسوي يوتير من اليوتير بعدين تسوي يوتير من اليوتير الثاني بعدين تصير رايح راجع رايح راجع، عادي اتس اوكي اتس اوكي. يعني انت تبغى تفهم، هذه قصة الفصل الثاني، أروح وأرجع وأروح، هذه قصة الفصل الثاني، أنه أنت لسه ما اكتفيت، لسه في شيء كذا يعني جواتك ما خلص، لسه في طاقة ما سلمتها، لسه في شيء ما سلمته، لسه في محاولة أخيرة ما سويتها، لسه في نفس كذا صبر ما انتهى، في فكرة تبغى تطبقها بهالشكل. يعني أيا كان، سواء كانت مرات بوعي مرات بلا وعي، مرات هي قصة لتدمير الذات أكثر، يحتاج الإنسان أنه يمشيها،
يحتاج الإنسان إنه يمشيها عشان ما يقعد متألم 10 سنوات على قصة سخيفة كانت ممكن تنتهي في شهر شهرين. تالي بدال ما أقعد 10 سنوات متأنبة على قصة أصلاً هي خربانة، طب ارجع شهرين وافهم الموضوع، افهم إنها خربانة. ما شفت الخراب زين، ارجع وافهم بالضبط إنها خربانة. حس الإحساس الخراب التام، اشعر فيه تماماً، افهم الألم تماماً، وخلص وخلص قرر إنك أنت تمشي. بالتالي أحد خيارات التأنيب إنك تقول أنا أبغى أرجع، it's okay، أبغى أرجع ولسه في خاطري شيء، في طاقتي شيء، أبغى أجرب شيء، أبغى أفكر بشيء، أبغى أشعر بشيء. هذا أحد الاحتمالات لما يكون عندك تأنيب. أيضاً شيء آخر لما يكون تقول لي لا أنا متأكد إن في ألم ومتأكد ولا أبغى أكمل القصة هذه ولا أبغى أعيدها، وأنا فاهم، أنا فاهم إنها ما تناسبني وفاهم إنها ما تصلح لي، بس يعني يجيني كذا تأنيب، يعني كذا يعني 1% يجيني تأنيب، 10% يجيني تأنيب، لا متأكد إني أنا ما أبغى أرجع. تالي عندنا هنا اللاوعي لسه ما فاهم الموضوع، الوعي فاهم بس اللاوعي لسه ما فاهم الموضوع. ذلك هنا أنت لابد إنك تفهم العقل اللاواعي الموضوع الجديد، لابد تفهمه إنه إحنا في chapter 2، إحنا في الفصل الثاني، بالتالي لابد هو يفهم هذا الموضوع. فهنا أنت راح تحط هذا اللاوعي، تحط بعض المواقف والأسئلة اللي تساعده إنه يفهم stop تأنيب، stop تأنيب. اسأل نفسك في مثل هذا الموقف لما تتأنب، ما هو الموقف اللي صار بعد الطلاق، الموقف الجيد اللي صار بعد الانفصال وبعد الطلاق ما كان ممكن يصير ابدا قبل الطلاق؟ ما هو الموقف الجيد؟ يمكن تقول حصلت على وظيفة، حصلت على مبلغ من المال، شريت الفراري الحمراء، شريت شنطة الشانيل، صرت في المنصب الفلاني. ما هو الموقف اللي صار الجيد اللي صار بعد الطلاق ما كان ممكن يكون، كان جدا مستبعد قبل الطلاق؟ تالي كذا راح اوكي فهمت انه هاي طاقتي ما صارت الا بعد الطلاق. طيب اسال نفسي بعد، ما هو الشعور الجيد اللي اشعر فيه بعمق وبسعه بعد الطلاق ما كنت أحس فيه قبل الطلاق؟ ما هو الشعور؟ لازم العقل اللاواعي الآن يفهم هذا الشعور، يفهم هذا الشعور ترى ما كان موجود قبل. أنت قاعد تأنب على إيش؟ قاعد تأنب على إيش؟ صار الموقف الفلاني، قاعد تأنب على إيش؟ صار الشعور الفلاني، قاعد تأنب على إيش؟ فبالتالي مهم أني أعرف الشعور الأعمق والأوسع اللي حسيت فيه مراراً وتكراراً بعد الطلاق ما كان ممكن أحس فيه قبل الطلاق، ما كان موجود أو ما كان متاح أو كان قليل جداً أو كان سطحي، ما كان موجود. طيب السؤال الثالث، اسأل نفسك من هم الأشخاص الجيدين اللي متواجدين في حياتي الآن بعد الانفصال ما كان ممكن يكونون متواجدين قبل ذلك؟ قد تكون علاقة عاطفية، قد يكون صديق، قد تكون قصة شراكة عمل، ما كان ممكن يكون هذول الأشخاص بمستواهم بطاقتهم بتوسعهم ما كان ممكن يكونوا موجودين قبل قصة الانفصال. إذا سألت هذه 3 أسئلة وانت متأكد انك ما تبغى تسوي وتير، راح تلقى انه عقلك استجاب لك، بدأ يفهم. فكل لحظة تقول ليتني ما طلقت، على طول اسأل ما هو الموقف، ما هو الشعور، من هو الأشخاص، راح تكتشف انك اتصلت مع كل هذه الأشياء الجيدة اللي قاعد توريك انه لا هذه المشاعر هي كلها مجموعها اقوى بكثير من اني انا اسمع الكلمتين تأنيب. اصلا هم عبارة عن برمجة، اصلا هم عبارة، بس لازم تكسر السلسلة في كل مرة، كل مرة يجيك التأنيب تكسر السلسلة او ترجع. ولا هو عيب انك ترجع، على فكرة ما هو عيب ان الانسان يعني يتاخر انه ما فهم الدرس، اتس اوكي، احسن من انه يتاخر اطول. لانه انت مرات ترى على فكره تقول لا انا فهمت الدرس بقعد، بس شعورك متلخبط، انت طولها ترى،
طولها. مرات انت ترجع وتخلص الموضوع احسن من انك تقعد قصة ورا قصة تعيد نفس السيناريو. فانت تقطع كارما التأنيب هذه بالاسئلة هذه بحيث انك تستحضر الشعور والاشخاص لان محتاجين طاقتهم في هذه اللحظة، والمواقف لانك محتاج انك تفهم العقل اللاواعي القصة الجديدة والفصل الجديد اللي انت دخلت فيه. حبيبتي تقول بعد نهاية علاقة عاطفية حسيت اني رخيصة وبلا قيمة، كيف اقدر انظف هذا الشعور؟ اول شيء انا ابغى ارجع لهذه العلاقة، وش اللي صار فيها بحيث انه شعرت بهذا الشعور؟ يعني مثلا هل كلمات سمعتيها؟ هل مواقف صارت أشعرتك بذلك؟ يعني مواقف أهانتك أو كلام صدر من الطرف الآخر أو كلام مر من خلاله أو الناس قالوا أنت أهنتي نفسك عشانك معاه؟ بالتالي لازم تعرفين هذول الأشياء اللي يعني بدأت منهم القصة. أو أنك أنت قلتي لنفسك أنا استرخصت نفسي أني كنت في هذه العلاقة أو كنت في ذلك الموقف. شوفي إذا كانوا الناس طنشي، ما المفروض تقيمين وزن لرأي الناس. إذا في أحد قال أنت استرخصتي نفسك لأنك دخلتي في هذه العلاقة، هذا الشخص تأثيره جدا كبير عليك وماسك الريموت كنترول ومسوي لك غسيل دماغ. إذا في شخص، مو أقصد الطرف الثاني، فبالتالي من الخطأ أنك أنت تحطي لأي اعتبار. بالعكس، هذا المفروض أنت تشتغلين على أنك أنت يعني تنتبهين أنك ما تسمعين له وما تستسلمين للكلام اللي هو يقول، ويعني ما تستجيبين لغسيل الدماغ. في احتمال أنه الشخص هو اللي أشعرك بهذا بالسلوك وبالكلام. بصراحة هذه يبغى لها استرداد حقوق. يبغى لها استرداد حقوق. يعني إذا في شخص سوالك موقف، يعني ما المفروض عدى الموقف صراحة، قال لك كلام ما المفروض عدها، هذه يبغى لها استرجاع حقوق. يبغى لها كسرة كارما واسترجاع حقوق عشان تقفلين الملف. إذا الموضوع عندك جوا، أنت يعني قلبتي على الفصل الأول وقلتي آخ والله أنا ذليت نفسي، والله أنا رخيصة، شلون سويتها في الفصل الأول كذا؟ يعني أنت كذا قلبتي الموضوع، عجنتي الموضوع وقلتي It's okay. إذا قلتيها أبغى أقولك شكرا جزيلا إنك قلتيها، شكرا جزيلا إنه أنت يعني ما صار أحد هو اللي قالها، أوكي؟ شكرا جزيلا إنه أنت استيقظتي. ممتاز، يعني مرة مبسوطة إنك قلتي لنفسك هالكلام. زين، يعني ما خليتيني انا ادعس واقول او خليتي احد يقول. ها، ممتاز انه انت استيقظتي ورحتي قلبتي في الفصل الاول واكتشفتي انك جاي بعيد. وش عادي، احنا نقلب الصفحات ونقول اتذكر انا اشياء انا سويتها في حياتي، اقول يا للسذاجة. يا لسذاجتي، الحمد لله اني قلتها انا، الحمد لله اني انا فتحت وصحيت، الحمد لله اني انا اللي انتبهت. هذه الرسالة، هذا لب الموضوع، اني انا ايش قطفت الثمرة، وانا اللي طلعت الموضوع، فهمت، حطيت النقط على الحروف وحطيت المعادلة وقلت فهمت القصة، فهمت، لانه سويت كذا سويت كذا سويت كذا صرت رخيصة، لانه كذا وكذا 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 احتقرني، لانه تعاملت عن موقف كذا وكذا وكذا اهاني. واضحة، بالتالي ممتاز. يعني وزي ما قلت لكم يا جماعة، احنا لما ندخل دروس وقيعان وصدمات نرجع نروح ايش للطرف، صح، ناخذ نصقع يعني كذا في جدار في طرفنا اطراف عشان نبدا نستوعب الموضوع. يعني تلقين الان وش بيصير الان، اي علاقه عاطفيه تجي في الطريق، لا ما احترمني، ما احترمني، لا 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 ما احترمني. خليني بقول لكم قصه صارت لي. مره من المرات كلمني شخص، كلمني اول شيء قدم لي نصيحة، اوكي، كلمني قال لي انا يعني عندي رأي في الموضوع الفلاني اللي انت تسوينه وكذا 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 وكذا. طبعا انا يعني كثير مهذبة مؤدبة، ويعني طالعة من بيت كثير مؤدبين يعني،
فقلت شكرا جزيلا و اتس اوكي يعني احنا عندنا آراء مختلفة لكن اتقبل رأيك وكذا وما اعرف ايش. المهم اوكي هذا في تشابتر من الشباتر. المهم مشت الدنيا وهذا الشخص تجاوز علي. سوى موقف يعني تجاوز. فأنا قعدت مع نفسي وقعدت زي كذا رحت أقلب للفصل السابق. أقول الحين شو القصة أصلا أنا وشلون بدت علاقتي مع هذا الشخص؟ قلت قعدت أراجع الموضوع واكتشفت إنها بدت غلط. اكتشفت إنه أصلا الموضوع بدأ غلط. ليش يعني هو مكلمني يتعرف يعني عشان يعطيني نصيحة؟ عفوا مين حضرتك أنت؟ أنا قلت لنفسي أيوة إيش هالسذاجة؟ ليش تقبلت النصيحة؟ ليه جاي يعني طاق الباب ومكلمني وقاعد شلون تقبلت الموضوع؟ المهم فهمت الدرس. بعدها صار في اتصال من رجل وكان لموظفة من الموظفات عندي وكان على سبيكر أنا أسمع لأني كنت يعني عندي رأي في القصة بس ما أبغى أتكلم. فالمهم أعطى نصيحة هذا الرجل رجل آخر. طيب الأول رجل والثاني رجل آخر. أعطى نصيحة الموظفة ردت عليه بأدب يعني بس ردت عليه قالت الدكتور سوني تعرف وش تسوي. أنا عجبني ردها قلت أوه واو شلون قدرت ترد. المهم مضت كم سنة اتصل علي مرة واحد من الأشخاص برضو تبع بزنس كان بزنس هذا قال لي الدكتورة سمية قلتي قال ترى عندكم شيء انتم فيه فاتورة ما سويتوها هنا وفي نقطة هنا ما ضبطتوها وفي رابط لازم تدخلون عليه عشان تسوون مدري ايش وكذا. قلت له اوكي هذه الاشياء مو انا اللي اتابعها في البزنس عندي ما هي مسؤوليتي ومتى تاريخ الاستحقاق؟ فقال لي التاريخ بعد 20 يوم. قلت خلاص تاريخ موجود وواضح وما يحتاج. قال لي لا بس شوفي انا بقدم لك نصيحة يا جماعة هو قالها قال لا لحظة بس انا بقدم لك نصيحة. انا كده قلت ايوه قلت ايوه تفضل يعني ابغى جايتك بالكلام. قال لي شوفي ترى الموظفين ترى انتبهي ترى يتلعبون ويورطونك ترى ما قدامك الا 20 يوم وما ادري قالها ولا ما قالها يا جماعه. انفلتت عليه انت مين حضرتك؟ مين انت اصلا؟ مين انت؟ انا ادير البزنس حقي بالطريقه اللي انا اديرها انا موظفيني واثق فيهم لسه ما اخطا ولا صار. انت مين حضرتك؟ منك نصيحة. انت موظف في المكان الفلاني مو انت اللي تنصحني انا اللي انصحك في البزنس انا اللي اعلمك كيف يشتغل البزنس. هذه مسؤولية الموظفين وراح يسوونها وانا متأكدة انهم راح يسوونها. فعلا ما بلغتهم وكل شيء يتسوى في وقتها الصح. بس انا زيك لما اتذكر الفصل الاول اللي استقبلت فيه رجل كذا بداية تعارف قاعد يتفصحن على راسي وينصحني وكذا أساس أنا الكتكوت اللي ماني عارفة وهو اللي فاهم الدنيا ومضبط الأمور. يعني كنت أقول يا للسذاجة أني سمحت له من أول لقاء أنه يقدم نفسه بهذه الطريقة الأستاذية. لا يا عمي تتعرف أنت تشكر على الشيء اللي أنت تشوفه على الطريقة على الأسلوب. أوكي في أخطاء تفضل يعني إذا وإذا طلب رأيك بعد. فما في شيء يعني يحزن انه انت اكتشفتي الحقيقة. ما في شيء يزعل مدامك انت اللي اكتشفتي. ما في شيء يزعل انه انت ترجعين للفصل الاول والفصل الثاني وتقولين والله كنت ساذجة والله كنت غبية والله كان ما عندي سالفة والله كنت مغفلة والله احنا كذا نتعلم كذا نتطور ونتعلم ونفهم انفسنا
الشيء الأصح والأفضل في الفصل القادم. صديقتي ألاء تقول أخذت قرار الطلاق ولما وقع تلخبطت حياتي مع أني منظفة، تجلى لي رجل سمع لي كلام الإكس. أوكي، أنت اتخذتي قرار الطلاق وأنت منظفة السابق صح ولا لا؟ قرار الطلاق بحد ذاته هو أصلا حدث، يعني ما هو هين. يعني أعرف أنه تجيك امرأة غاضبة تقولك عادي وأطوي الصفحة وكذا، لا أنا أقول لك إنه قرار الطلاق كأنك تشقين ورقة كذا، تشقينها يعني هذا في انفصال للطاقات، ما هو موضوع بسيط، في انفصال للطاقات والكارمات، وبالتالي هو على مستويات متعددة من الانفصال. فبالتالي ما لا دخل إنه أنت إذا كنت منظفة قبل يعني الطلاق بيصير يعني تحفة فنية، الطلاق يعني شيء صحيح في درجات من الألم، بس هو مو موضوع بسيط وموضوع هين. ونفس الحدث بحد ذاته مربك، كيف انت كنتي عايشه بشيء وبعدين تنتقلين انك تعيشين شيء اخر، قصه اخرى، بتقفلين القصه هذه، بتقفلين ملف مو هين. ترى في ملفات اقفالها جدا صعب وفي ملفات اقفالها اسهل. الطلاق موضوع ما هو بسيط انه يقفل يعني كذا بوردة وشمعة لا. ولا كان ما شفتي العالم طوابير في المحاكم على موضوعات الطلاق، ولا شفتي التدخلات، ولا شفتي القصص هذه. فأعتقد كونك انك ربطتي ما بين موضوع انه التنظيف وما بين موضوع الطلاق، أعتقد يمكن هذا زاد الارتباك، انك صار عندك توقعات عالية انه راح يكون الطلاق قصة رومانسية. لن يتحول الطلاق في أي يوم من الأيام إلى قصة رومانسية، هو طلاق وقصة فيها ارتباك مادي، ارتباك فكري، ارتباك مشاعري، قد يكون ارتباك بسيط وهذا ما نتمناه، والمفروض أنه كان ارتباكك بسيط مو كبير، وقد يكون كبير جدا. تقول لك تجلى لي رجل سمع لي كلام الإكس، يعني خلنا نقول حش فيك ولا اتكلم عليك ولا كذا، والله من رداءته، إذا تكلم عليك من رداءته مو من رداءك أنت، يعني الإكس اللي يتكلم رجلا أو امرأة هو الرديء، ولا كل بيت فيه أسرار وفيه فضايح وفيه اعوجاج وفيه قلة أداب وكل الأشياء موجودة، كل الأشكال والألوان موجودة جوا البيوت، وإذا هو بيسمع له باي باي صراحة. إذا هو يعني بيصدق وبيسمع كيف، مو مهم هذا الشخص إطلاقا، مو مهم ولا يعول عليه إنك أنت تحطين عليه يعني اهتمام. دكتورة أنا متخذة قرار الطلاق، هل يناسبني دورة الطلاق؟ إذا ما تم الأمر نعم، لأنه في أسئلة تراجع معاك إذا كان الموضوع أو أنت جاهزة لهذا القرار أو لا، تجاهزة لهذه الخطوة ولا أنت جاهزة. نعم. لماذا يعيب المجتمع المرأة المطلقة وينظر لها بنظرة سيئة؟ لماذا تتحمل المرأة اللوم الأكبر عند وقوعه؟ عموما هو كل شيء يتعلق بالبيت ملامة فيه المرأة، إذا الأطفال تعبانين ملامة المرأة، إذا الأطفال مدرسة وزين ملامة المرأة، إذا الزوج هو مبسوط ملامة المرأة، إذا القدر احترق ملامة المرأة، إذا الزوج ما عنده فلوس ملامة المرأة، إذا طلقوا ملام المرأة، إذا طار فيها وفرح فيها وحبها ملام المرأة. فهذه قصة مرتبطة بقصة العار أصلا، قصة إنه هي شماعة للعار، عار الرجل، وهي شكل من أشكال المقاومة عند الرجل، يعني حتى يعني يحافظ على القصة التاريخية اللي قطفها من غير وجه حق، فيستمر يضع الشماعة على هذا. طبعا وما نبغى نقول انه فقط الرجل هو اللي قام بهذا الدور لبقاء المرأة في دائرة العار، لكن ايضا كثير من السيدات ساعدوا المرأة على انها تتورط اكثر في هذه الفكرة، يعني تلقين ام عندها بنات تعيد نفس الأسطوانة تعيد على بناتها، تورطهم في العار اللي هي تشعر فيه.
فهذه هي ورطة المجتمع. وطبعا المرأة قامت بدور في الفترة التاريخية الأخيرة، قامت بدور جيد إنه هي يعني دافعت عن نفسها، بينت نفسها، وضحت نفسها، تحررت من العار. وكل ما زاد عدد السيدات اللي يتحررون من العار، كل ما صارت يعني المرأة بشكل عام ما عليها اللوم هذا، ولا عليها تعليق الآثام والمصايب، مصايب الحياة. تقول لك قبل ما أمشي من عنده أذيت قلبه وقلت كلام صراحة قاسي له وأشعر بتأنيب. انتهت الحكاية من 3 سنين يوم اسمي مناهل. يعني غيرتي اسمك بعد؟ طب كويس، كتاب جديد مو فصل جديد. شوفي إذا تعتقدين طبعا يعني المرأة كلامها أقسى، زي ما تكلمنا أمس أو قبل أمس إنه المرأة عندها القدرة أنها يعني تدمر بالكلام أكثر من الرجل. فإذا تعتقدين إنه الكلام اللي قلتيه قد يكون دمر الشخص أو قد يكون يعني أزود من المفروض، يعني هو قال الكلام وأنت قلتي كلام بعدين قال بعدين زودتي العيار جدا، ما في مانع انك تعتذري، ما في مانع انك انت يعني تستسمحين منه عشان تخلصين هذه القصه. واعتقد انه انت قد تكوني خلصتيها صح، انه انت قطعتي الكارما، رجعتي الحقوق، وحان وقت التسامح. فاعتقد انه انت مناسب لك الان انه انت تتسامحين. ويمكن هو عايش ترى ما جاب خبر، ما تدرين يعني، وقد ما يعترف طبعا كرجل. كلكم الحياة السرية للرجل، ما راح يعترف. طيب منى تقول أنا عندي رأي إن تعدد الزوجات هو محاولات للزواج وليس الدمج بينهم. ممكن ممكن قصدك إنهم ما يكونون كلهم في نفس الوقت مع بعض، ممكن. طيب إيمان تقول أنا عند أهلي 9 شهور الحين ما طلقت، وللعلم هي علاقة كارمية لي، بس ليش ما يفك التعلق ويطلق؟ هو من في البر، يمكن في البر. يعني أنتي تتصورين أنه متعلق فيك؟ يا إيمان لا تصورين أنه متعلق فيك، لا هو في البر رايح رحلة صيد وكذا، ناس الموضوع. ليش احنا قلنا انه موضوع التعليق هذا موضوع خطير، يهرب فيه الرجل ويخلي الموضوع على جنب كذا عشان يريح راسه. فانتي السؤال انتي وش دورك؟ ها انتي ليش متعلقة؟ ها انتي ليش متعلقة يا ايمان؟ ايش دورك؟ ايش دورك تجاه نفسك تجاه واقعك؟ 9 اشهر 9 اشهر ما تدرين انتي في البر ولا في البحر ولا متزوجة ولا ما انتي متزوجة. 9 أشهر يا إيمان. طيب لو بعد انتظر كم شهر كمل سنة ايش بتسوين؟ طب لو 2 سنين؟ طب لو 3 سنوات؟ طب لو هو ناوي يخليك للأبد كذا؟ انت قاعدة تنتظرين؟ انت لسه حاطة يدك على خدك تنتظرين؟ انت لسه تنتظرين هو يسوي يعني يحضر كورس الدكتورة سمية ويفك التعلق وكذا، وبعدين يقول فكيت التعلق من إيمان الآن أقدر أخليها تذهب إلى سبيل الله؟ يعني حان الوقت انك تستيقظين، حان الوقت يا إيمان، حان الوقت انك تستيقظين. ما في أحد راح ينقذك، ما في لا أنا ولا هو ولا الجيران ولا أنت. مسؤولة عن واقعك، أنت مسؤولة عن المكان اللي أنت فيه الآن، أنت مسؤولة. في محكمة صح ولا لا؟ تصرفي تصرفي، ما حد يرضاها، ما حد يرضاها. لا لا، إذا أمك تحبك ما ترضاها، إذا عيالك يحبونك ما يرضونها. ها الله ما يرضاها، الله ما يرضاها أنك تقعدين معلقة كذا 9 أشهر تنتظرين واحد هو أصلا سوى هذه الحركة البايخة يحل هذا الموضوع. طفل طفل رايح
رايح يلعب في البر ولا تزوج ولا اي فك تعلق. انت مره يعني ما انت شايفه الصوره. فبليز يا ايمان فك التعلق. انت مسؤوله عن نفسك. خلص الموضوع. مواليد 2002. واحس يا دكتوره اني ما اشوف نفسي متزوجه ابدا، وجيلي اغلبهم نفس التفكير، فهل في خطر مستقبلا؟ بدون ادنى شك انه اوكي، مفهوم الزواج انبنى لاهداف، خلنا نقول كان يتسق مع المجتمع ويناسب المجتمع، ومن المتوقع ان المجتمع يتجه الى تدمير مفهوم الزواج. من المتوقع، انا اقول لك يعني كتحاليل، مش يعني اني ابغى هذا الشيء. انا يعني صراحة اقول انه تظل الأسرة وقصة الزوجية تحافظ على تطور الجنس البشري، لكن التطور اللي وصل له البشر صاروا يشوفون انه الزواج قصة معقدة، مفهوم الزواج مفهوم صعب بالنسبة للمستوى التطور اللي وصلوا له البشر، وصار في ميل للعزوف عن الزواج من الرجال والنساء. والآن في مجتمعات كثير متطورة أكثر من نصفهم غير متزوجين. في مجتمعات مثلا أوروبية كثير متطورة أكثر من نصفهم مش متزوجين، غير متزوجين ولا يؤمنون بفكرة الزواج ومفهوم الزواج. فنعم تتجه الأجيال إلى تدمير مفهوم الزواج، ومع الوقت راح يكون واضح وظاهر أكثر. طبعا يعني خيارهم في النهاية، المجتمع هو بشكل عام قد يعرف ما يناسبه بشكل عام، ويتجهون لما يناسب واقعهم. بالتالي ما نقدر نقول شيء في ذلك الزمن اللي يكون الزواج مو مناسب أو الزواج كان هو الأنسب. حتى اليابان ما يتزوجون. طيب ناخذ السؤال. صديقتي تقول اتطلقت من فترة ومرتاحة، متمنية لو زمان طلقتي حبيبتي، لكن أبو بناتي يبعث لهم مصروف، هل هذا يربطني طاقيا معه؟ لا، هم بناته وهم سيظل أبوهم، ما في يعني قصة. وما المفروض أنك أنت تسعين لقطع هذه الوصلة؟ هم بناته وهو أبوهم وسيظل كذلك شئتي أم أبيتي، والمفروض انك انت تفرحين بهذا وتجعلين القصه تستمر، وهذه كارما جيده لهم ولك وللاب، ما المفروض انها تنقطع هذه. لكن هل هذا سيؤدي الى انه والله هو يدق عليك، والله هو يرسل واتس، والله هو يحول لحسابك؟ اي راح تصير هذه الاشياء، لكن من مصلحتك انها تصير هذه الاشياء، من مصلحتك. سارة حبيبتي تقول منذ انفصالي وأنا كل شهر مريضة على الرغم من أني مقتنعة بالانفصال، كيف أساعد جسدي على تخطي المرحلة مع العلم أني كنت أعرف طليقي لمدة 13 سنة؟ يعني قصدك مدة الزواج كانت 13 سنة؟ والله مدة ما هي هينة، وأكيد المرحلة اللي تمرين فيها مو سهلة. قد يكون أنك أنت وعيك يقول لك صح، بس اللاوعي ما زال ما انتهت القصة بالنسبة له، وقد يكون هو عنده روح شافية، وبالتالي يعني فقدتي هذا الاتصال، وقد يكون انه انت يعني قد يكون هو اقوى منك فكريا ومشاعريا وطاقيا، فبالتالي الانخفاض اللي حسيتي فيه بعده ادى الى هذه الاشياء. وقد يكون انه انت قاعده وعندك زي ما نقول الخيزران، وتجدين نفسك كل يوم وتاذين نفسك كل يوم، تانبين نفسك كل يوم، تقول ليش سويت كذا، وش السالفه، وش اللي صار، من يسوي كذا، من يجيب لي المصروف،
من يوديني من يجيبني من، فحسيت انك انت تورطتي فتبغين تقضين القصه كذا وتدمرين الجسد المادي معها. طبعا انا ما اعرف اذا انت اللي اتخذتي القرار ولا هو اللي اتخذ القرار، لكن اذا كنتي انت اللي اتخذتي هذا القرار ترى ما في مانع انك تتراجعين عنه. اذا كنتي انت اللي اتخذتي هذا القرار ما في مانع انك تتراجعين عنه. It's okay. عادي. مرات انت تقعد في دوام مو بزين بس انك ما عندك مصروف، يعني تروح تشحت، لا اقعد في الدوام الشين، فهمتي الفرق؟ فبعض الاشخاص اللي يكون عندهم اجساد مشاعرية هشة لابد انهم يدخلون في مرحلة انتقالية ما بين الزواج والطلاق، لابد يكون في مرحلة انتقالية، يعني مو معقول انت تكون متزوج بعدين تكون منفصل، لا 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 لا، شعورك يحتاج انه يعني ينبنى على قصة جديدة. ترى مو كل الاشخاص يقدرون يعني صيف شتاء ليل ظلام نور ظلام، مو كل الناس تقدر انها على طول تسوي يعني تفر هذا وتغير الموجة، مو كل الناس عندها القدرة، مو كل الناس. انا شخصيا ما عندي هذه القدرة المشاعرية اني انا اغير 180 درجة بسرعة، ما عندي. بالتالي انا اعرف اني اعد نفسي للشيء وادخل مرحلة الاستعداد اعرف تعلمت عن نفسي هالشيء. فمهم انه مرات اذا احنا نعرف عن طبيعة اجسادنا مهم ان احنا نسوي مرحلة استعداد، ما يصير نكون قاسين على انفسنا بهذا الشكل. ذلك اذا عندك خيار العودة وتبغين ترجعين ارجعي، اذا تبغين ترجعين بس عشان تسوين مرحلة انتقالية، إذا تبغين تسوين خدعة للعقل اللاواعي بكل بساطة تقدرين تسوي خدعة للعقل اللاواعي، بما أنه أنت تأثيرك قوي على جسدك المادي فبالتالي أيضا تستطيع أنك تؤثرين إيجابا، لأنه إذا أنت تأثر سلبا بشكل قوي فأنت تأثر إيجابا بشكل قوي. بس غالبية الناس اللي يعيشون السلب ما ينتبهون من هذه النقطة، يعني إذا أنت تقدر تدمر جسدك بمشاعرك فأنت تقدر تقوم جسدك بمشاعرك، يعني عندك هذه القوة، لكنك تحتاجين تسوين نفس التلاعب اللي صار بسبب الطلاق، يعني نفس القصة انه انا وضعت الحياة طلقت انفصلت يا الله على مسكينة مين يصرف علي مين، كل القصص هاي سويتيها تسوي لها كل، تقدري تقولي لنفسك انه انا في مرحلة انتقالية، انه انا يمكن ارجع، عشان تنقضين الحالة المرضية اللي انت فيها تقولين انا يمكن ارجع، في احتمال اني ارجع، عشان العقل اللاواعي يقولك احتمال نرجع، يرقص العقل اللاواعي يقولك بنرجعنا، فينبسط كذا يعني ايش يستصح. فانت شوي شوي تاخذينه كذا تلعبين عليه، يعني شوية تطبطبين عليه لما يستوعب القصة ولما يستوعب الموضوع. فعندك هذه القوة، لكن ايضا عندك الخيارات، عندك الخيارات انك تراجعين قرارك، انك وبرضو عندك خيار انك انت تراقبين الاشخاص اللي حولك، اذا تجلى خلال هذه الفترة شخص يحمل طاقة الحب فمن المفترض انك تكونين قريبة منه، لانه قد برضو يساعدك في تخطي هذه المرحلة. تأخرنا؟ طولنا؟ طولنا. طيب يا جماعة اذكركم، نية الشهر بليز، اللي ما حط النية يحط النية، واللي ما حط خلفية الجوال يحط خلفية الجوال، واللي ما شاف الفيلم يشوف الفيلم، كلها موجودة في حسابي على تويتر مثبتة، اكتب في جوجل سوية ناصر تويتر ويطلع لك على طول حتى لو ما عندك حساب. طيب وعندنا 7 كورسات موجودة على الموقع sumaya369.net، عندنا جلسة الطلاق للرجال وللنساء، هذه ليست دعوة للطلاق وإنما هي مساعدة على أنك هل قرارك صح فتمشي ولا قرارك غلط فتتراجع، لأنه مهم أنك تتخذ القرار المناسب لك عشان ما تعيش في أزمة بعد قرار الطلاق. وعندنا جلسة التعلق، إذا أنت متعلق بشيء أو شخص للرجال والنساء بإمكانك أنك تعمل مجموعة تمارين عشان تفك هذا التعلق وتتحرر منه. عندنا دايزي الوعي الزواجي للسيدات المتزوجات ومقبلات على الزواج، سيلستي الوعي الأنثوي للسيدات اللي يبغون يوازنون ذكورتهم وأنوثتهم، وعندنا الخيانة ملف الخيانة وملف الغواية مع الدكتورة فوزية دريع.
شكرا لللايكات، شكرا للقلوب، شكرا للكلام الجميل. أشوفكم بكرة إن شاء الله. تصبحون على حب.